حلوين. النهارده 9 يوم رمضان، كل سنه وانتم طيبين. طبعا انا ما عملتش فيديو النهارده عشان انا تعبانه، بس يعني الحمد لله رب العالمين. فطبعا كان قمت كده مش عارفه اعمل اكل ايه، رحت عامله بقى حله كرنب كده صغيره، وعملت بتربة كفته رز كده قليتها كده على السريع، ومعانا سلطه الزبادي. تمام، انا بصور لكم الفيديو ده ساعه الفطار، المقطع ده بصور لكم ساعة الفطار. عملنا هو المحشي ما شاء الله لا قوة الا بالله. هننزل بقى عليه كده وهو سخن، لسه طالع حالا من الفرن. بسم الله، زي ما انتم شايفين. بصوا الجو بقى عندنا هنا في اسكندرية ساقعة، شتا من امبارح، فانا ما قلت ايه اعمل حلة محشي. طبعا مش عايزة اعمل فراخ ولا اي حاجة ولا لحمة وحاجات من دي، قمت مطلع لهم كفتة رز بس كده زي ما انتم شايفين. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده اهو، وشايفين بصوا المحشي تحفه جدا ازاي. هو الصبع مع هو الصبع كبير شويه، بس اهو زي ما انتم شايفين اهو. تعالوا كده بصوا، طبعا ده انا عاملاه قبل يعني انا حاشيه الحله دي قبل الفطار بالظبط بالظبط، كنت على خمسة الساعه 5:15 انا كنت حطاها على النار، فيعني مش عارفه لحقت تتعمل ازاي، بس يلا الحمد لله رب العالمين. بس كده ده فطارنا بتاع 9 يوم رمضان، الحمد لله والشكر لله، وكل سنة وانتم طيبين. نفطر بقى معاكم ونقول ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم انك صمت وعلى رزقك افطرت، ذهق الدم وابتلت العروق وثبت الاجر عند الله. ودعوة حلوة كده في سركم، ان ربنا يكرمنا ويرزقنا ويدي كل واحد كل حاجة عايزها، ويبلغنا يا رب ليلة القدر يا رب العالمين، ونطلع من رمضان واحنا مجبورين الخاطر. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتفضلوا معانا، واشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.